ايوه ممتاز جدا، سؤال طيب. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كويس. و الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. القرب هنا في الآية وفي الحديث ما قرب الذات، يعني مش فإني قريب يعني قريب بذاته، لا، القرب قرب إجابة الدعاء. ليه؟ لأنه قال فإني قريب أجيبه، خلي بالك مش قريب بذاته، قريب أجيبه دعوة الداعي إذا دعان. وهناك في الحديث قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أكثروا من الدعاء يدل على أن القرب هنا قرب شنو؟ قرب إجابة الدعاء. وده عند العلماء بيقولوا أنه العلو لا ينافي العلم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ثم استوى على العرش يعلم. خلي بالك بعديها طوالي، عشان انت ما يجي لذهنك انه ربنا استوى على العرش يعني فوق العرش، استوى العرش معناه ما بيعلم نحن بنعمل في شنو، لا، قال لك ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فاذا شنو؟ العلو ما ينافي ماذا؟ ما ينافي قرب الله من اجابه الدعاء وقرب الله سبحانه وتعالى من سماع الدعاء ومن اعطاء المدعو هكذا. ايوه سبحان ربي الاعلى في السجود. لاحظ في السجود العلماء قالوا فيها فائده عجيبه، انه انت وجهك في الارض، وجهك في الارض معناه انت ذليل، بتقول سبحان ربي الاعلى ربنا علي، كويس. هذا مما يدل على انه اعترافك انت لما تخش وجهك في الارض تعترف لربنا سبحانه وتعالى بالعلو. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.